أقام مركز مكافحة السرطان التابع لوزارة الصحة مؤتمراً سلط الضوء على آخر الدراسات حول المرض، والذي يعد ثاني أكثر حالات الوفاة في الكويت والعالم، حيث كشف مدير المركز الدكتور علي الموسوي عن سعي المركز الدائم للتوصل لأحدث العلاجات ذات الصلة، معلناً الانتهاء من جميع مراحل الربط بين مختبرات المركز بأقسامه 9 والعيادات. استطعنا الانتهاء من جميع المراحل التحضيرية لمشروع الربط الكامل بين مختبر المركز بوحداته 9 مع جميع الأجنح والعيادات في مباني المركز 5، وبإذن الله سيكون مشروع فعال خلال الأسابيع القليلة المقبلة. كذلك يعد المبنى الجديد للمركز شاهدا على اهتمام دولة الكويت ممثلة بوزارة الصحة بأمراض السرطان، حيث سيكون بإذن الله تعالى من أبرز المراكز العالمية المتخصصة في مجال تشخيص وعلاج السرطان، وسيوفر طاقة سريرية تصل إلى أكثر من 600 سرير بجانب وحدتين لزراعة النخاع و13 غرفة عمليات والعديد من الأقسام التخصصية بجانب مهبط للطائرات.